أهلا وسهلا فيكم من جديد. أهمية اشتراك الشخص بالضمان الاجتماعي، حتى لو ما كنت أنت عم تشتغل أو أنت عم تشتغلي، ممكن تختاري أنك تشتركي أو تلتحقي بالضمان الاجتماعي بالاشتراك الاختياري، ولكن هناك العديد من المنظمات للأسف والمؤسسات ما بتخلي أو تمنع من اشتراك الموظفين الموجودين فيها بالضمان الاجتماعي، وهو مسؤولية على أي منظمة مفتوحة أو شركة أو شو مكان أنه يلحق موظفينه بالضمان الاجتماعي. أهمية الضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع أيضا الموظفين وإلحاقهم بالضمان الاجتماعي، ماذا يستفيد الشركة والموظف أيضا بموضوع الضمان الاجتماعي، حتى كمان لو كنت أنت بالبيت ربة منزل أو ربة أسرة، قد إيه كمان مهم أنك تشتركي بالضمان الاجتماعي. رح تكون معنا الأستاذة أمانة الجغبري تحدثنا أكثر بخصوص هذا الموضوع، وكما عودناكم كل اثنين بيكون في أسئلة موجودة على صفحتنا على الفيسبوك حتى تطرحوها كمان على الأستاذة المحامية، وهنا نحن طالعين كمان لايف الأسئلة كمان، إذا هناك أسئلة حابين تطرحوها على الأستاذة رح ناخذها كمان نحن بعين الاعتبار. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا لسعد، صباح شو الأخبار؟ تمام. سعد صباحك أستاذة أماني. أهلا. بداية خلينا نفهم هيك مفهوم التعطل عن العمل. هلأ التأمين على التعطل عن العمل هو خدمة بتقدمها ضمان الاجتماعي من ضمن الفوائد اللي بنستفيدها من هذا الضمان. هلأ رح أحكي بالمجمل إيش بنستفيد من الضمان الاجتماعي. إنه أول إشي بيكون عندنا تأمين ضد العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، وتاني حالة إنه بغطي لنا إصابات العمل، ثالث حالة إنه بغطي لنا حالات الأمومة، ورابع حالة اللي هي التعطل عن العمل. هلأ الضمان الاجتماعي ممكن يعطيك رواتب في حال إنك تعطلت عن العمل لمدة معينة ضمن شروط وقيود رح نحكي عنها هلأ إن شاء الله. كمان نلفت الانتباه للمشاهدين إنه حتى لو أنت تركت عملك بدك تروح لعمل تاني خلال هالفترة بعتوك رواتب على هذا الموضوع. أهمية الالتحاق بالضمان الاجتماعي دي بيساعد الموظف وبيساعد المنظمة بنفس الوقت. هلأ هاي نقطة كتير مهمة عشان نقدر نستفيد من هذا التأمين. لازم نكون ملتحقين بالضمان الاجتماعي لمدة ما بتقل عن 36 شهر، يعني قد ايه؟ يعني 3 سنين. أوكي. هذا الحد الأدنى عشان نقدر نستفيد من هاي الخدمة. الخدمة. أوكي. تاني شرط لازم يكون عنا إنه يكون هذا الشخص أكيد متعطل ومعه كتاب إنهاء خدمات من شركته، وإنه ما يزيد عمره عن 60 سنة كرجل و55 كامرأة، ويكون مشترك بتأمين التعطل عن العمل في آخر شهر قبل فصله. يعني ما في عندهم مشكلة إنه إحنا نروح نشترك، يعني مثلا هو إذا عقدنا غير محدد المدة بيعطونا إنذار، وإذا إحنا عارفين إنه عقدنا رح ينتهي بإمكاننا نروح نأمن في هذا التأمين ونستفيد منه. أوكي. طيب بدل التعطل على العمل شو الشروط اللي نقدر نستفيد منها؟ هلأ حتى نستفيد أو شو الشروط اللي لازم تكون موجودة حتى نستفيد من ضمان تأمين ضمان؟ هلا هو اهم شرط عندنا اللي حكينا عنه انه يكون مسجل بهذا التامين. هاي نقطه كثير مهمه اللي هو تامين التعطل عن العمل حتى يقدر يستفيد، والنقطه اللي حكينا عنها انه يكون مشترك بالضمان صار له 3 سنين بحد ادنى. في قيود بتمنع هذا الشخص يستفيد من الضمان الاجتماعي او يلتحق ايضا بالضمان الاجتماعي؟ نعم. هلأ القيود اللي بترد على هذا الموضوع إنه أول إشي يروح يشتغل بمؤسسة تانية، يعني يكون طالب الراتب بالضبط يروح يشترك يشتغل بمكان تاني، أو إنه تصير لا سمح الله حالة وفاة. الحالة الثالثة إنه يتقدم لتقاعد مبكر، هيك بيكون يعني منطقيا هي الشغلة إنه هيك أكيد خلص ما بزبط إنه ياخد تعطل ده التقاعد. طيب شو الأوراق المطلوبة عند لما الواحد بيروح يقدم هذا يقدم المعاملة هاي ليطلع له تأمين؟ هلأ الأوراق المطلوبة كتير بسيطة، بدنا الهوية الشخصية تبعتك كمواطن أردني، وكتاب إنهاء الخدمات، كتاب رسمي بأنه تم إنهاء خدماتك بتاريخ كذا وكذا وبكامل التفاصيل. لازم يكون مشتغل 3 سنين طبعا. أوكي. لا مش مشتغل 3 سنين، مشترك بالضمان 3 سنين. 3 سنين بالضمان. بالضبط. هلا اذا كان شخص مثلا جاي هو يعمل عنه المعامله بده يكون منطقيا معه وكاله رسميه من كاتب العدل، واذا كان شخص مش اردني برضه طبعا بحق له انه يستفيد طبعاً من هذا الشيء. لازم يكون معه اقامه ساريه المفعول زائد جواز سفر الخاص فيه. شو بستفيد صاحب العمل انه يكون هو يعني الموظفين وملتحقين بالضمان الاجتماعي؟
هلا الضمان هلا من 1/9/2011 الضمان الاجتماعي ألزم الكل، يعني كشركات وكم يعني او خاصه الشركات، لان هي اللي بيكون لها يعني هي اللي بتدفع الاشتراكات بالاشتراك مع العامل، واذا ما قامت باشراك هذا الموظف بالعامل سوري العامل بالاشتراك بتم مخالفتها بغرامات كثير كبيره. هلا الفائده انه تعود الفائده على كل المجتمع، يكون في عندنا تامين اذا كبرنا، اذا صارت حاله وفاه، اذا صارت اصابات عمل كبيره، يعني هو بالنهايه بفيد المجتمع بشكل كامل. طب اذا المؤسسه كانت تحكي للموظف انا بقتطع منك الضمان الاجتماعي وما كانت مسجلته او ما كان في هناك اثبات انه له رقم بالضمان الاجتماعي، شو يسوي الموظف؟ هلا بهاي الحاله من جهه الضمان الاجتماعي بيتم ايقاع غرامات وعقوبات على هاي الشركه، ومن ناحيه قانونيه بامكان هذا الموظف انه يلجا للمحاكم ويطالب بشيء اسمه مكافاه نهايه الخدمه اللي هو بيستحقها العامل اللي غير مسجل بالضمان الاجتماعي. هلا في ناس ما هو اختياري ما يسجله طبعا، فبيستحقوا مكافاه نهايه خدمه اللي هي شهر عن كل سنه خدمه بهاي الشركه. هاي من ناحيه قانونيه. من ناحيه ثانيه لا، لانه صار الزامي، فكل شركه ما بتسجل الموظف او بتقعد يعني تلتف على القانون تتعرض لغرامات كبيره. طب متى ممكن المتضرر يرجع لوزاره العمل او للقضاء؟ متضرر من الشركه مثلا، مثل ما انتم حكيتوا ممكن تكون لافه الموضوع او صارت مشكله من نفس شركه التامين مثلا، او في كذا مشكله، يعني مش مشكله معينه ممكن الموظف أسوأ حاله ممكن يروح يلجا فيها للقضاء او بشكوى لوزاره العمل. هلا هي زي ما حكيت اذا نحكي بشكل عام ممكن انه الموظف يكتشف فجاه انه مش مسجل بالضمان، بيروح بيقدم شكوى انه انا مش مسجليني لازم يلحقوني لوزاره العمل، لا لوزاره الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي بيبعثوا مفتشين وبتاكدوا انه مين مسجل، واذا مش مسجل بخلوه يدفع باثر رجعي. يعني ما انه بصير باثر فوري، لا، كل الاشتراكات اللي انت ما كنت دافعهم للموظف ملزم انك تدفعهم. هلا انت بنلجا للقضاء لما يكون خلص انه خلص روحوه من الشغل واكتشف انه ما في اشتراكات كانوا بيضحكوا عليه. هلا ممكن يكون مقللين الراتب عند الضمان مثلا، انا هاي سمعت صارت قصه مع حدا انه هو راتبه بياخذ مبلغ، هم مقللين الراتب عشان يخففوا الاقتطاع. هلا هاي النقطه كثير بتهمنا وخاصه بالموضوع اللي بنحكي فيه. هلا هو الضمان الاجتماعي بيحكي انه ما بصير يقل الراتب اللي بدنا نقتطع منه عن الحد الادنى المذكور بقانون العمل اللي هو 220 دينار. هلا هم بيروحوا بيحطوا دائما المينيموم، بس براس مين بتطلع بالاخير؟ بالموظف طبعا، لانه هلا الموظف اذا بده يقدم على تعطل عن العمل بدهم يعطوه رواتب خلال هاي المدة. هلا على أي أساس بدهم يحسبوا الراتب؟ على أساس آخر راتب تم اقتطاع الضمان منه. وكمان شو يعني بتتقسم على إنه أول شهر بعطوه 75%، ثاني شهر بعطوه 65%، ثالث شهر 55% بالضبط، الرابع والخامس والسادس 45%. فأنت بتحكي تنازلي، فحرام يعني شو صفى من الراتب إذا أنت مثلا تاخذ 700 وحاطينك 220. صح، هو في ابلكيشن هلا على التليفونات، يعني بحب نحكي للناس في ابلكيشن على التليفون بتحط رقمك تبع الضمان الاجتماعي او رقمك الوظيفي للبعض، وبس بتشيك يعني بتشوف شو دفعاتك، بتشوف شو مالك وما عليك، هيك بتريحك انت وبضلك مشيك على حالك طول فتره. لانه معلش اسمحي لي يعني استاذ، يعني حتى بده يرجع بعد فتره انه يرفع قضايا، مين بتقعد سنين بالمحكمه؟ لا بالعكس، زي ما حكيتي هاي هلا يعني شيء كثير عملي سهل، كلنا معنا موبايلات. لا انا بقول يعني اذا بده يراجع حقه مش بالابلكيشن. لا انا فاهمه انه بياخذ اجراءات طويله طبعا اكيد، وغلبه وقضاء ومحاميين، فاكيد يعني من باب اولى انك انت تكون معك رقمك تبع الضمان الاجتماعي وبتقدر تشيك عليه شو عم بندفع وشو في برصيدك. طيب بحاله كان في تناقض ما بين شروط عقد التعيين للموظف يعني مع الشروط اللي ضمن او تتناقض مع القوانين اللي حطتها وزاره العمل، العقد بتعارض مع قوانين قانون العمل قصدك؟ بالضبط، انه في بند او بندين بتعارضوا يعني، واكتشف الموظف اخر شيء، شو الواحد بيقدر يتعامل بهي الحاله؟ هلا اي قانون او شرط بعقد العمل تبعنا بتعارض مع القانون يعتبر باطل. اي شرط بيكون لمصلحه العامل يعني زياده عن قانون العمل
بيكون صحيح. يعني هو الأصل إنك دائما تحط إشي لمصلحة العامل، أي إشي بتعارض مع القانون وضد مصلحة العامل يعتبر باطل. باطل بحكم القانون يعني. مش إنه رح ندخل بنقاش بالمحكمة إنه باطل أو مش يعني باطل. الحق مع العامل بضل. طبعا ما دام تعارض مع القانون يبقى باطل. في زيادة سنوية بتحتم على الشركات مثلا لموظفينها بخصوص الضمان الاجتماعي؟ هلا هاي الزيادات بالضمان الاجتماعي إنه لازم يكون هناك تزايد بالراتب، ما يضلوش ستيبل مثلا. هلا هذه بيتم النص عليها ضمن النظام الداخلي لكل شركة. يعني بيكون في نظام علاوات أو نظام مكافآت حسب الشركة شو بتحط لنا. بس في نقطة بدي أشير لها بالنسبة للتعطل عن العمل، إنه بإمكان صاحب العمل نفسه إنه يستفيد من هاي النقطة، بس بشرط إنه يقدم أوراق بتدل على إنه قام بإغلاق هاي المنشأة أو إنه انسحب منها. فحتى صاحب العمل يقدر إنه يستفيد من هذا الموضوع. وهلأ كيف بتم، يعني كم من شهر بنقدر نغطي بموضوع التعطل عن العمل؟ هلا اذا كانت اشتراكاتنا اقل من 180 اشتراك بغطوه بس 3 شهور. اشتراك وليس اقتطاع. اشتراك. بغطوه بس 3 شهور. اذا كانت اكثر من 100 مجموع اشتراكاته اكثر من 180 حسب احكام القانون بغطوه لست شهور. طب سؤال ثاني، اذا كان بشركه بيشتغل راتبه اعلى من الشركه بده يروح عليها، هلا الاغلبيه في ناس للاسف ما بيروحوا لشغل ثاني عشان بقول لك والله كان راتبي بالمنظمه او بالشركه الثانيه كان اعلى. في ناس عم بيروحوا رواتبهم بتقل، هل هذا الفرق ما بين الراتب برجعوا له يا ضمان الاجتماعي ولا بضل بحسابه للفرد؟ هلا قصدك انت لما ينقل، انا مثلا كان راتبي 700 دينار بمنظمه ورحت على شركه ثانيه عطوني مثلا 600 او 500 دينار. أوكي. هلا كنت ادفع زمان اقتطاعي كان اعلى من الاقتطاع هلا طبعا. هلا في مبلغ، هلا هذا المبلغ وين بيروح؟ خلص راح عليك لانك رحت قبلت براتب اقل، ولا بضل لك بونص بالضمان الاجتماعي؟ لا، هلا كل المبالغ اللي احنا بندفعها بتترصد بالحساب تبعنا، الحساب الادخاري بالضمان الاجتماعي. هلا لما نروح على الشركه الجديده، الشركه الجديده هي رح تقلل من الاقتطاع تبعنا، فبضل بيحوش حسب المبالغ اللي احنا بتم اقتطاعها. يعني ما بيروح بضلوا المبالغ المقتطعة موجودة حتى لو راتبك قل؟ هلا طبعا يعني حسب. هلا هاي المدة مرقت، يعني هيك كان الاقتطاع، هيك صار عندك مبلغ، نزلت لشغل معين ونزل راتبك بس بقل الاقتطاع، بس بقل المبلغ تبع الادخار. هلا النقطة المهمة كتير انه احنا بموضوع التعطل عن العمل من وين بيجيبوا هاي المبالغ اللي بدفعوا لك اياها؟ من الحساب الادخاري بالضبط. ما هو في ناس تعترض على هذا الموضوع انه مش منه، ليش ياخذوا منه؟ بالضبط، انه انسحب منه. فهي نقطه ضروري ان ننوه لها انه هذا كله من الحساب الادخاري تبعك. بتحطه بترد تاخذه، يعني انت بتلف وبرجع لك، ما فيش شيء اكسترا. بس انه يعني زي كانك بتحطهم بالبنك. يعني بتحطهم، انا هيك دائما بحكي ضمان الاجتماعي، زي كانك تاخذه وتحط بالبنك وممنوع تسحب منه. بالضبط. لا يعني غصب عنك، الا لما يصير معك ظرف لا سمح الله هم يبعطوك، او ممكن تسحبهم كاش على فكره دفعه واحده، او ممكن يعني انك تكمل لما تتقاعد بدفعوا لك راتبك على الاخير. وان شاء الله كمان بالحلقات الجاي رح نحكي عن موضوع انه الشيخوخه او العجز، انه لما بدنا نقدم على التقاعد المبكر وكل الحالات اللي حكينا عنها باول الحلقه. هلا في سؤال وصل بيقول كم قيمه الراتب اللي ممكن تنصرف بكل شهر؟ هلا الحد الاعلى للراتب اللي ممكن يصرفوه هو 500 دينار، عشان نكون عارفين هاي النقطه كثير مهمه. هلا بيتم مراعاه التضخم كل سنه للرواتب، بس بالنسبه للشخص كشخص المبلغ اللي بيتم اقتطاعه حسب اخر راتب كان ينزل على الضمان الاجتماعي. وزي ما حكيت الترتيب النسب اللي هو 75 65 55 45، يعني بنزل. احنا بنشكرك استاذه اماني على المعلومات اللي قدمتيها، ان شاء الله بالحلقه القادمه كمان المره الجايه هيك مثل ما حكيتي برضه ما بنطلع عن الموضوع كثير، او بكل حل او كل اسبوع عم تفيدي المشاهدين. ما بعرف ليش عم بخبص، بس كثير مهم الواحد يكون عارف شو له حقوق وشو واجباته وكيف بيقدر ياخذ حقوقه. مش ضروري يكون دارس حقوق يعني، ولكن لازم الواحد يكون على دراية وعلم، على دراية وعلى علم قبل ما يوقع عقد، قبل ما يصير في مشكلة يكون عارف شو له وشو عليه. شكرا لك استاذ أمان. أهلا فيكم. شكرا.